القوات المشتركة تتصدى لهجوم حوثي على مواقعها في مدينة حيس ومصرع قيادي ميداني. الميليشيات تصعد من استهداف المدنيين في الضالع وتقتل وتجرح 5 نساء خلال أسبوع. وعودة التحذيرات من كارثة بيئية غير مسبوقة في حال حدوث تسرب نفطي من الناقلة صافر. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ إحصائية جديدة بحالات الإصابة بفيروس كورونا، وذكرت في حسابها على تويتر أنه تم تسجيل 21 حالة إصابة بهذا الفيروس، بينها 16 حالة في حضرموت و4 في تعز و1 في شبوة، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة و1 في كل من تعز وحضرموت والمهرة. وأضافت اللجنة أنها سجلت 4 حالات شفاء، 3 منها في تعز و1 في لحج، ليرتفع إجمالي حالة الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 1318 حالة، إضافة إلى 351 حالة وفاة و595 حالة تعافي. وصلت إلى مدينة عدن طائرة شحن تحمل على متنها 800 مسحة بالإضافة إلى 15 طنا من الأدوية الخاصة بعلاج كوفيد-19 مقدمة من اليونيسف. وأكدت المتحدثة باسم اللجنة الوطنية للطوارئ الدكتورة إشراق السباعي أن هذه الشحنة مهمة في عمل فحوصات PCR، وتعتبر هذه الشحنة الجوية الثانية التي ترسلها اليونيسف عبر الجو، وذلك غير الشحنات الأخرى التي وصلت بحرا لمواجهة كوفيد-19 ودعما للقطاع الصحي. قتلت ميليشيات الحوثي مواطنا استهدفته بقذيفة حوثية أثناء مروره على دراجته النارية في طريق حيس الخوخة، وتم نقله إلى النقطة الطبية التابعة للواء 11 عمالقة، ولكنه فارق الحياة متأثرا بجراحه. انتهاكات ضد الإنسانية ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق أهالي مدينة حيس، أبرزها القتل والاستهداف المتعمد والمتكرر. وهذه المرة أطلقت الميليشيات قذيفة باتجاه الخط الرابط بين مديرية حيس والخوخة، وكانت من نصيب المواطن علي مرشد فليفل. استهدفته وهو يقود دراجته النارية، وتم إسعافه للنقطة الطبية التابعة للقوات المشتركة، لكنه وصل جثة هامدة من غير روح متأثرا بإصابته. وصل لدينا المواطن علي مرشد فليفل متوفي أثر قذيفة حوثية استهدفته وهو في طريق العام حيس الخوخة. فليفل هو أحد أبناء منطقة الدنين الواقعة شمال غرب حيس، هجرته هذه الميليشيات من قريته قسرا وفجرت منزله واتخذت منازل الأهالي ثكنات لمقاتليها. ولم تكتفي بهذه الجريمة لتلاحقه قذائف غدرها فيما كان ذاهبا لمديرية الخوخة في مسكنه البديل عند أسرته النازحة، لكن الميليشيات غيبته عن الوجود وحولت دراجته النارية إلى بقايا حطام. علي مرشد فليفل استهدفه الميليشيات الحوثي، وحسبي الله ونعم الوكيل، وهو نازل من حيس إلى الخوخة على الخط ضربوه بقذيفة. لم يكن المواطن فليفل هو الوحيد في عداد القتلى والمستهدفين في سجلات الميليشيات، لكن الجرائم الحوثية بحق أهالي حيس في مدة لن تتجاوز أسبوعا واحدا منذ بداية شهر يوليو الجاري، فقد استهدفت الميليشيات مواطنا مسنا برصاصة اخترقت كتفه الأيسر، وعقب هذه الجريمة بساعتين أحرقت منزلا بالكامل في منطقة بيت مغاري، وأتت النيران على كل ما بداخله. ولا تزال ميليشيات الموت تصعد من خروقاتها في استهداف المدنيين لتجعل منهم ضحايا لحربها العبثية، مستغلة الصمت المريب من قبل الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن على جرائمها التي لا يكاد يمر يوم دون أن ترتكب جريمة هنا أو مجزرة هناك. حسام بكري، اليمن اليوم. وفي حيث أيضا تصدت القوات المشتركة لهجوم شنته الميليشيات على مواقعها الجنوبية في مدينة حيس ومصرع قيادي حوثي في هذا الهجوم،
وأفاد مراسلنا نقلا عن مصدر عسكري في جبهة حيس أن أبطال اللواء السابع عمالقة تصدوا لهجوم حوثي عنيف شنته هذه الميليشيات على مواقعها في الجنوبية باتجاه مفرق سقم من أماكن سيطرتها في قريتي الضمي ودار المساواة. وأكد المصدر أن الميليشيات تلقت هزيمة ساحقة أسفرت عن مصرع عدد من عناصرها بينهم قيادي ميداني. وقد قامت الميليشيات عقب الهزيمة بقطع طريق الرابط بين مناطق سيطرتها ومديرية حيس ومنعت المواطنين من العبور، واعتدت أيضا على المواطنين بالضرب المبرح وقامت بعملية حفر وتلغيم العديد من الطرقات الفرعية. وفي الدريهمي جنوب الحديدة تمكنت القوات المشتركة من إسقاط طائرة حوثية مسيرة من سماء المدينة. وقال مصدر عسكري إن أبطال القوات المشتركة شاهدوا الطائرة تحلق فوق مواقعهم حيث قاموا بإسقاطها بالسلاح المناسب. وتواصل القوات المشتركة إسقاط الطائرات الحوثية المسيرة في مختلف جبهات القتال بمحافظة الحديدة. في موكب جنائزي مهيب شيعت المقاومة الوطنية في مدينة المخا بمحافظة تعز البطلين الشهيدين محمد عبد القادر أبو لحوم الذي امتدت أيادي الغدر والخيانة لقتله والشهيد مجدي بشير العماري. وتقدم جموع المشيعين قيادات ألوية قوات حراس الجمهورية وضباط وجنود من منتسبي المقاومة الوطنية والقوات المشتركة وعدد من ممثلي السلطة المحلية والمشائخ والأعيان في الساحل الغربي وحشود جماهيرية غفيرة. وجرت للشهيدين اللذين لف جثمانهما الطاهرين بالعلم الوطني مراسيم عسكرية سارت وسط مدينة المخا تقديرا لكل الشباب الأحرار الذين هبوا من كل مناطق اليمن لمواجهة ميليشيات الحوثي ولاستعادة النظام الجمهوري ومؤسسات الدولة المختطفة، حيث جرى مواراة جثمانهما الطاهرين في مقبرة الشهداء وسط المدينة بعد الصلاة عليهما. وكان الشهيد محمد أبو لحوم ممن لبوا نداء الوطن استجابة لدعوة العميد طارق محمد عبد الله صالح التي أطلقها من شبوة مطلع العام 2018 ميلادية، وهبوا للدفاع عن الجمهورية حيث التحق بالمقاومة الوطنية في أغسطس 2018. أما الشهيد مجدي العماري فقد التحق بالمقاومة الوطنية في 15 من يوليو 2019 في اللواء السادس حراس الجمهورية ملبيا لنداء الواجب في الدفاع عن وطنه وجمهوريته وثوابته الوطنية ضد الميليشيات الحوثية الإجرامية. في يومنا هذا نشيع جنائز الشهداء الأبطال منتسبي المقاومة الوطنية الشهيد البطل شهيد الغدر والخيانة محمد أبو لحوم وشهيد الشهيد البطل مجدي العماري الذي استشهد في المثارس الأمامية. نحن نوجه رسالة للعدو، لسنا نادمين أننا وصلنا إلى هنا نستشهد، إما النصر وإما الشهادة. أيش من أباتشي اللي نستخدم أباتشي؟ نحن معنا أقوى من الأباتشي، أقوى من الأباتشي. الرجال الصلبة تواجه في المثارس، أنواجه أباتشي ونواجه الكورنيد ونواجه كل ما كان من إمكانية الحوثي بقوة عزيمتنا إن شاء الله وبعدالة قضيتنا. والحوثي استولى على إمكانية البلاد، على مؤسساتها الدستورية، على خيرات البلاد، على مكتسبات الثورات الذين قاموا بها الأبطال. الأبطال الميليشيا الحوثية لا تريد إنهاء الحرب، لا تريد وقف القتال، لا تريد وقف إراقة الدماء. الميليشيا الحوثية ذات مشروع ممنهج سلالي طائفي كهنوتي إمامي، يريد أن يستبد الشعب، يريد أن يستغل الشعب. يعني فرض الخمس من أجل الإثاوات، وما بعدها إذا نفذ برنامج الخمس سينفذ برنامج أكثر من برنامج الخمس، ليس له أي مشروع حياة. لقد كان الشهيد محمد أبو لحوم من خيرة المقاتلين في المقاومة الوطنية، وهو يعد خسارة فادحة للمقاومة وللواء الرابع. كان بالنسبة لي أنا يمثل الأخ والولد والرفيق، وكان للمقاومة من الأبطال الأشاوس الذي لا يشق له غبار. ولكن مع الله، نقول مع الله وإحنا جميعا سائرون، ومن أجل الوطن كل غالي يرخص. كان حجم لنا
حتى التحقنا إلى المخاوت، حتى التحقنا في الجبهة، في جبهة الجاح، وكان له دور كبير، وكان يعني صاحب المعنوية العالية والجاهزية، فكان وما لحظة لو يحدثنا به عن الموت وعن الجدية وأصطاب حتى وهو جريح وهو ينادينا أشتي السلاح أشتي الصمود عليكم الثبات، وكان يوصينا بالموت في كل ساعة في كل حين، يقول أمانتكم إذا مت أو مات أحد منكم أن تحضروا المقبر وأن تودوا على كمل الاستعداد الجاهزية، وكأن في قلبه أنه على أنه شهيد، وكان يقول والله إن إحنا على الحق وعليكم الثبات يا رجال. أجل العماري الذي أبطل زحف العدو الإيراني، والحمد لله ونحن هنا احنا والزملاء والقوات المشتركة والمقاومة الوطنية صامدون وواقفون إلى آخر نفس حتى ننهي الشرذمة الإيرانية الحوثة الذين سعوا في الأرض فساد، ونحن هنا في الساحل الغربي لا ننتمي إلى أي حزبية أو عنصرية، بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن، تحيا الجمهورية اليمنية. في مأرب أصيب 4 من المدنيين من الأطفال والنساء تحديدا، وتضرر العديد من المنازل جراء انفجار صاروخ نطقته ميليشيات الحوثي على حي سكني وسط المدينة. وذكر مصدر محلي أن ميليشيات الحوثي أطلقت قبل مغرب الأربعاء صاروخا باليستيا سقط في حي الشركة السكني بمنطقة الروضة وسط مدينة مأرب. وأكد المصدر أن الصاروخ أدى إلى إصابة 3 أطفال وامرأة بجروح متفاوتة، وأدى إلى تضرر منازل وممتلكات مواطنين يقطنون في الحي المستهدف. استهداف ميليشيات الحوثي لحي الشركة في مدينة مأرب جريمة تضاف إلى استهدافات الميليشيات بصورة عشوائية للمدينة في محاولة لإيصال رسائل عسكرية وأخرى سياسية. على قاعدة الفعل وردة الفعل، ميليشيات الحوثي تستهدف مدينة مأرب بصاروخين باليستيين سقطا على حي الشركة وسط الأحياء المدنية. يأتي هذا الاستهداف بعدما احتضنت مأرب أول جلسة عسكرية لمحاكمة قائد ميليشيات الحوثي الإرهابية عبد الملك الحوثي و175 متعاونا معه بتهمة التخابر مع إيران وتصدير نظام الثورة الإيرانية إلى اليمن. المتهمون من الأول وحتى 71 اشتركوا مع آخرين في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح يسمى أنصار الله برئاسة المتهم الأول وتحت إشراف المتهم الثاني وقيادة عسكرية من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، يقوم على فكرة الحق الإلهي في الحكم وخطط تصدير الثورة الإيرانية إلى اليمن، والقوة العسكرية والعنف وسيلته الوحيدة لتحقيق أهدافه، وأوفدوا آلافا من أتباع هذا التنظيم إلى لبنان وإيران. يأتي هذا التوتر في ظل تصعيد الحوثي قبليا في مأرب ودعوات للنكف خدمة لقضية آل سبيعيان الذي تم مداهمة مقر خليتهم في وادي عبيدة بعد إدانتهم بقضايا تهريب للسلاح وقطع لطيران المسير من البحر العربي إلى ميليشيات الحوثي عبر الوديعة إلى الجوف والاتجار بالممنوعات. ولقد نفذت قوات الجيش والأمن بتعاون رجال عبيدة بمديرية مأرب الوادي يوم الاثنين الماضي تاريخ 29 يونيو 2020 حملة مشتركة لتعقب عناصر تخريبية خارجة عن النظام والقانون. وبالنظر إلى الحاصل في مأرب بات الحال من هناك هو المعلوم المجهول، وقفة للقبائل ضد الحوثي باتجاه العبدية وفي صرواح، وغياب لأي تحرك عسكري من الجانب الرسمي للرد على هذا التصعيد الذي بات الحوثي يشيع من خلاله دخول مأرب خلال أيام. يأتي هذا الصمت غير المبرر بعد زيارة مارتن جريفيث مطلع مارس الماضي، والذي أفضت تفاهمات الزيارة إلى وقف تام لإطلاق النار التزمت به الشرعية وخرقه الحوثي في ساعاته الأولى. وبالنظر إلى الاستهداف المباشر والدائم لمدينة مأرب باليستيا، يرى محللون أن هذه المدينة باتت الهدف الحوثي الأسهل لإرسال رسائل الميليشيات صوب طرف الشرعية والمجتمع الدولي لمواجهة أي تحركات عسكرية، خصوصا بعدما استهدف الطيران مخازن ومستودعات أسلحة للميليشيات في صنعاء ومؤخرا في قريشية البيضاء.
وأمام هذا كله تنتظر مأرب في ميدان المعركة مصيرا مجهولا غير معروف المعالم. في ظل محاولات حوثية لشق صفوف القبائل التي يعول عليها مؤخرا الحفاظ على هذه المحافظة محللون أن رمزية مأرب في النضال ضد الحوثي لا يجب أن تقابل بهذا التجاهل وأن لا تترك القبائل ضحية لعمليات شراء الذمم والولاءات. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي حسين الصادر. مرحبا حسين. نعم نعتذر على انفصال الخط مشاهدينا الكرام. ننتقل إلى الضالع حيث قتل قائد ميداني في صفوف ميليشيات الحوثي يكنى بأبو جبريل مع عدد من عناصر الميليشيات في مواجهة بقطاع الفاخر. وأفاد المركز الإعلامي لمحور الضالع أن الصريع يعد من أكبر مسؤولي ما يسمى بجهاز الأمن الوقائي الحوثي بمحافظة إب، ولقي حتفه أثناء المواجهات التي اندلعت في قطاع الفاخر يوم الأربعاء، واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتكبدت فيها الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. إلى ذلك صعدت الميليشيات الحوثية من وتيرة انتهاكاتها بحق المدنيين، واستهدفت عبر قناص 5 نساء بينهن طفلة خلال الأيام القليلة الماضية. وذكر المركز الإعلامي أن عناصر الميليشيات الحوثية المتمركزة في أعالي جبال الحشة قامت بقنص امرأة في العقد 3 من عمرها تدعى سامية حماش من عزلة عقيب شمال غرب منطقة حجر، وذلك برصاصتين في منطقة البطن واليد، وقد أسعفت إلى المستشفى وحالتها خطرة. تأتي هذه الحادثة بعد يومين من حادثة قنص للطفلة سبا الليث ذي 13 ربيعا من قناص حوثي يتمركز في أعلى مأذنة المسجد في بلدة الخرازة جنوب منطقة العود، وذلك بعد أيام من حادثة قنص قريبتها هاجر محسن الليث. وقد أقدمت الميليشيات في وقت سابق من هذا الأسبوع على القيام بعمليتي قنص شمال منطقة مريس، استهدفت إحداهما حنان أحمد من أهل عزلة الزيلة، كما استشهدت امرأة من أهل عزلة الجروف بعد إطلاق قناص حوثي النار عليها. عيالي مصابين كلهم. عيالي مصيبهم ثلاثة. كلهم مصابات. الواحد كان يمشي يحولوا الخارج بعد دخل هذا المرض بسين عينه لك. مصابة بالعين. مصابة هانة بالرغبة. واحد من هانة المخرج من هانة. عيالش مدنيين. تعود التحذيرات الدولية إلى الواجهة جراء تسرب خزان صافر نفطي، حيث حذرت الصين وجيبوتي أيضا من عواقب كارثية لخزان صافر نفطي في البحر الأحمر التي لن ينقصر أثرها على اليمن والدول المطلة على البحر الأحمر فقط، بل على المنطقة برمتها، فيما الميليشيات تواصل المراوغة وتقوم بمنع الفريق الفني من الوصول إلى السفينة. تصاعدت حدة التحذيرات من حدوث كارثة بيئية وشيكة مع استمرار ميليشيات الحوثي بمنع الفرق الفنية الأممية من صيانة ناقلة النفط صافر المتهالكة، والتي تحتوي على أكثر من 1,200,000 برميل من النفط الخام، ويمكن أن تنفجر قبالة سواحل اليمن، مما قد يتسبب في واحدة من أكبر التسريبات النفطية في العالم. فالوقت يمر وميليشيات الحوثي تواصل تعنتها وتمنع الفريق الفنية من الوصول إليها. الصين وفي تحذير جديد لها أعربت عن قلقها على وضع خزان النفط صافر، مشيرة بأنه إذا حدثت أي مشكلة له سيلحق الضرر بحياة ومعيشة الصيادين اليمنيين والمدنيين في الساحل، وسيؤثر في الملاحة البحرية، وسيؤدي إلى التلوث البحري الشديد، داعية إلى اتخاذ الإجراءات لإيجاد الحل قبل انفجار الأزمة. أما جيبوتي فقد دعت المجتمع الدولي إلى وقف مراوغة ميليشيات الحوثي وعبثها تجاه خضر سفينة صافر، وتحمل المسؤولية باتخاذ الإجراءات الفاعلة والحازمة لوضع حل حاسم لقضية الخزان النفطي، تفاديا لوقوع كارثة بيئية خطيرة لن يقتصر أثرها على اليمن والدول المطلة فقط، بل تهدد بيئة المنطقة برمتها.
وكانت بريطانيا حذرت خلال الشهر الماضي من أن ناقلة النفط العائمة في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة تهدد بتدمير البحر الأحمر وسواحله. جاء ذلك في تصريح أطلقه السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون بعد تكرر التحذيرات اليمنية من حدوث ثقب في الخزان وبدء التسرب الذي يهدد بكارثة بيئية على مستوى اليمن والعالم. يشار إلى أن الأمم المتحدة تطالب الميليشيات الحوثية منذ سنوات بالسماح بإرسال فنيين لتقييم الأضرار على متن السفينة والبحث عن طرق لتأمينها عن طريق تفريغ النفط، لكنها رفضت وتستخدم السفينة كورقة ابتزاز للمجتمع الدولي وتحويلها إلى إرهاب يتجاوز أكثر التنظيمات تطرفا وإرهابا حول العالم. ينضم إلينا عبر الهاتف للتحدث حول هذا الموضوع رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة السابق الدكتور عبد القادر الخراز. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا بك أخي. مرحبا بك. إذن هناك حجم كارثة ينتظره العالم يبدو من تسرب مثل هذا النفط مثل هذه الكمية. هناك منع أيضا، لا ندري من يقوم بالمنع. هناك تبادل اتهامات بين الميليشيات الحوثية وبين الحكومة. دعنا نستعرض بعض التفاصيل في هذا الجانب. الله لا يقدر إن شاء الله ما تحدث هذه الكارثة إن شاء الله. إن شاء الله. ولكن أنا زي ما قلت سابقا هناك لاعب دولي يهمه أن تبدأ هذه تزاع بيد الحوثي لتهديد المجتمع الدولي لكسب نقاط ربما التفاوض على الحكومة الشرعية. كثير من المسائل والباخرة للأسف الآن بدأت تصل إلى مراحلها الخطيرة في ربما حدوث انفجار. يعني احنا كنا نقول حتى الانفجار كان يعني نسبته كيف يمكن يحدث الانفجار دكتور يعني في السفينة؟ تراكم الغازات رغم انه النفط هو يعني مادة خاملة، ولكن مع الوقت تتراكم الغازات ممكن يحدث انفجار، الى جانب انه المحطة البخارية اللي على السفينة، الأنابيب، التوربينات اكثرها واقفة. فهنا ما فيش عملية سحب للغازات الموجودة، وهذه ممكن تحدث عملية انفجار، الى جانب انه ممكن يكون استهداف ايضا من الحوثي لتفجير الوضع، لانه هو لا يهم القضية هذه، لا يهم، هو يريد استخدامها اساسا. والانفجار كل يوم تزداد احتمالاته، حتى لو كان ضعيف ولكن كل يوم تزداد احتمالاته. وهذا لو حدث زي ما حذرت الصين، الان حتى الصين بدأت تفهم ان القضية ليست لن تبقى في اليمن، الانفجار لو حدث سيصل حتى للصين لانه نعم. طيب طالما هذه الدول يعني الدول المطله على البحر الاحمر والدول العالم ستتضرر من مثل هكذا انفجار، لماذا لا تتصدر بعض الدول هذا الملف؟ هذا اللي احنا لسه مش فاهمينه. يعني انا بالحين مثلا حتى قضيه القرار من الامم المتحده كويس اوكي اتخذ قرار، ولكن يجب ان تتبع اجراءات على الارض، والمفروض الاجراءات قد تمت. يعني على الاقل دخول، يجب اولا دخول فرق الصيانه بشكل عاجل، وهذا الحوثي رافضه. ليش رافضه؟ ايش السبب؟ طيب يريد المال. زي ما قلنا قضيه المال فلتنتهي، احنا لا يهم المال الان في ظل الكارثه اللي ممكن تحدث لا قدر الله لو حصل الانفجار او التسرب او الغرق. كل هذه الاحتمالات الثلاثه للسفينه خطيره جدا. ولم يضع المجتمع الدولي للاسف والامم المتحده الى الان لم تضع خطه لمواجهه هذه الاحتمالات. يعني الان انت عندك الاحتمالات هذه، ما هو الخطط المفروض تقدمها للامم المتحده او حتى الحكومه الشرعيه للمواطنين، للناس، للمجتمع الدولي، للكل؟ يجب ان تكون عندنا الخطط هذه جاهزه والكل مستعد لا قدر الله لو حدثت الكارثه. لكن هذا اللي يؤكد انه عدم وجود الخطط هذه انه هي في الاخير فزاعه يجب ان تستخدم لتحقيق مصالح معينه للاعب الدولي وللحوثي. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة السابق الدكتور عبد القادر الخراز، شكرا جزيلا لك. تتابعونا بعد الفاصل. تحذيرات أممية من خطر مجاعة جديد في اليمن بسبب نقص التمويل.
أهلا بكم من جديد. حذرت الأمم المتحدة من مجاعة جديدة يشهدها اليمن نتيجة نقص التمويل، حيث لم يقدم المانحون في مؤتمر الرياض سوى نصف ما طالبت به الأمم المتحدة من أموال تقدر بنحو 4 مليارات دولار لتمويل خطة الاستجابة في اليمن. الأمم المتحدة تؤكد من جديد وقوف اليمن على حافة المجاعة كما كان قبل سنة ونصف بسبب نقص التمويل من المانحين الذين تأثروا أيضا بأزمة كورونا، وسط تحذيرات من تفشي الفيروس في اليمن في ظل انهيار القطاع الصحي والتي تعتبر الأسوأ في تاريخ العالم الحديث، حيث تتعرض حياة ما يقدر بنحو 2 مليون من النساء الحوامل والمرضعات اللواتي يعاني من سوء التغذية لخطر الموت. وقالت جيراندي منسقة المنظمة الدولية للشؤون الإنسانية إن برنامج المساعدات التي تشمل الصرف الصحي والرعاية الصحية والغذاء غلقت بالفعل بسبب نقص الأموال، فيما يبدو الوضع الاقتصادي مشابها بشكل مخيف لما كان عليه في أسوأ مراحل الأزمة حين واجه ملايين السكان خطر المجاعة قبل نحو 18 شهرا. ويهدد نقص حاد في الوقود بتعطيل شبكة الكهرباء وإمدادات المياه والبنية التحتية الرئيسية مثل المستشفيات، في وقت يتبادل المتمردون والحكومة الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك. وجمعت الأمم المتحدة حوالي نصف المبلغ المطلوب لمساعدة اليمن والبالغ نحو 2 مليار دولار في مؤتمر المانحين التي استضافته السعودية. ويشهد اليمن منذ سنوات أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وقد قتل وأصيب عشرات الآلاف ونزوح الملايين عن منازلهم منذ بدء الحرب في منتصف 2014. وتعد سرقة المساعدات الإنسانية أحد أبشع الجرائم التي اعتادت عليها الميليشيات الحوثية طوال سنوات الحرب من أجل تكبيد السكان أعباء حياتية لا تطاق. فالعبث الحوثي الذي طال ملف المساعدات الإنسانية ساهم في تعقيد الوضع الإنساني بشكل جعل مأساة اليمن هي الأبشع على مستوى العالم. في بلد أنهكته الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية، أصبح قوت الفقراء مؤنة للميليشيات التي لم تكتفي بالعمل على نهب المساعدات الإنسانية وحسب، بل توسعت في استهداف المنظمات العاملة في هذا المجال عبر سلسلة من الاعتداءات ليس لها نهاية، ما جعل الكثير منها تعلق أعمالها في اليمن، والمتضرر الأول هو المواطن البسيط. وإزاء انتهاكات الميليشيات الحوثية بحق العاملين في المجال الإنساني، أعلنت منظمة اليونيسف إيقاف عملها وتعليق صرف الإعانات المالية لحالات الضمان الاجتماعي في محافظة حجة بعد اختطاف ميليشيات الحوثي الإرهابية 2 من موظفي المنظمة المحليين الباحثين عن الحالات المستحقة في المدينة. يشار إلى أن الميليشيات الحوثية ترفض عملية التقصي الميدانية التي ينفذها الباحثان الميدانيان بعد اكتشاف الكثير من الحالات غير المستحقة التي أدرجتها الميليشيات للحصول على إعانات مالية، بينما هناك آلاف الأسر تبحث عن أقل المعونات الإنسانية لتخفف من الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها هذه الأسر الفقيرة. وتمارس الميليشيات الحوثية ابتزازات وضغوطات للتأثير على عملية توزيع المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرتها وتنهب جزءا كبيرا منها. فمنظمة الإغاثة الإسلامية إحدى المنظمات التي تعرضت للضغوطات ونهب المساعدات، حيث تكفلت المنظمة بصرف سلة غذائية لمستحقي الضمان الاجتماعي، إلا أن الميليشيات بذلت كل ما بوسعها لقطع هذه المساعدات ووضعت شروطا وعراقيل تحول دون وصولها إلى المستهدفين وبغرض مساطرتها وتحويلها لتموين جبهاتها وحروبها العبثية. وتمتلك الميليشيات باعا طويلا في استهداف العاملين في المجال الإغاثي في توجه خبيث منها يعمل على مضاعفة الأعباء الإنسانية على السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها. فطوال الفترة الماضية تعرض العشرات من العاملين في المنظمات الدولية لممارسات حوثية تعسفية بهدف ابتزاز هذه المنظمات، ما أجبر البعض منها إلى تعليق أنشطتها في الجانب الإنساني. يستمر عبث الميليشيات الحوثية بأجهزة العدالة والإساءة للاستقلالية في القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرتها، إذ لم تكتفي بمحاكمة معارضيها لأسباب سياسية، بل لم يسلم منها حتى القاصرون ممن لم يتجاوز السن القانونية. يستمر عبث الميليشيات الحوثية بأجهزة العدالة والإساءة لاستقلالية القضاء في المناطق الخاضعة لها،
إذ لا تكتفي بمحاكمة معارضيها لأسباب سياسية، بل لم يسلم منها حتى القصريين ممن لم يتجاوز السن القانونية للمحاكمة. إحدى هذه الحالات كشفت عنها منظمة حقوقية تحدثت عن صدور حكم قضائي بحق أحد القاصرين في محاكمة هي الأسرع من نوعها، تمت بجلسة واحدة لربع ساعة في انتهاك صارخ لحقوق الطفولة وتشويه لنزاهة القضاء. فقد أدانت منظمة سام الحكم الصادر أمس الأول بحق طفل جميل علي القمعي والذي قضى بحبسه 10 سنوات، بل وإبقائه تحت رقابة الشرطة ل3 سنوات أخرى. وأوضحت في بيان لها أن جميل من مواليد 2001 بحسب شهادة تخرجه من الثانوية العامة التي طلعت عليها المنظمة. اعتقل في نوفمبر عام 2017 بينما كان دون 17، وحكم في مايو عام 2018 بعد جلسة تحقيق واحدة في النيابة لم يحصل فيها على محام، وذلك بتهمة التخابر مع دولة أجنبية ورفع الإحداثيات لمخازن الأسلحة ومواقع تجمع الحوثة، وهي اتهامات عقوبتها الإعدام. وجاء في بيانها أن محكمة أول درجة تخضع للحوثة كانت قد حكمت عليه أيضا بالإعدام في 18 من سبتمبر عام 2018 بعد محاكمة لم تدم أكثر من ربع ساعة وخلال جلسة واحدة، وصفة الحكم بأنه يقدم صورة واضحة لمدى سوداوية أوضاع الطفولة في اليمن، وإضافة بشعة للانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثة. واختتمت بيانها بمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة والجهات المعنية بشؤون الطفل التدخل والضغط بصورة فعالة وعملية للإفراج عن جميل القمعي دون شروط، مؤكدة أن جماعة الحوثي على ما يبدو مستمرة في استخدام القضاء كأداة للانتقام من الخصوم وترويع المدنيين دون اعتبار للسن أو النوع، إذ رصدت المنظمة إصدار أكثر من 150 حكما بالإعدام بينهم نساء وصحيين وبرلمانيين وأكاديميين، واعدة بأنها ستصدر تقريرا تفصيليا بها. يذكر أن الميليشيا الحوثية منذ سيطرتها على صنعاء ركزت على السلطة القضائية لاستخدامها في تصفية حسابات سياسية أو اجتماعية ضد معارضيها، ممن تجرهم للسجون دون أي إجراءات قانونية أو محاكمة عادلة، وغالبا ما تلصق لهم تهما معتادة كالتخابر والعمالة للعدوان، وهي التهمة الجاهزة لكل من يعارضها. ولأحكام سيطرتها على القضاء قامت بحوثنة شاملة لأجهزته وتعيين قضاة بمعايير سلالية أفرغته من استقلاليته، بدءا من مجلس القضاء والمحكمة العليا والتفتيش القضائي، مرورا بوزارتي العدل والداخلية، وليس انتهاءا برؤساء المحاكم والنيابات والسجون وأقسام الشرطة، مبقية على قلة من المستقلين في الواجهة كتمويه لنفي العنصرية عنها. تسبب الإضراب الذي تنفذه شركات ومحلات الصرافة في محافظة عدن استجابة لدعوة جمعية الصرافين إلى شلل تام لعملية الصرافة والتحويلات المالية في المحافظة، وصدى ظهور لصرافي السوق السوداء بالتزامن مع إغلاق ميليشيات الحوثي لعدد من شركات ومحلات الصرافة. على وقع إضراب شركات ومحلات الصرافة في عدن استجابة لدعوة جمعية الصرافين اليمنيين، أصيب القطاع المصرفي بالشلل التام، حيث توقفت عملية البيع والشراء للعملات الأجنبية وكذا التحويلات المالية من وإلى عدن، لتزدهر على إثر ذلك السوق السوداء لبيع العملة والتي لجأ إليها الكثير من التجار والمواطنين بحجة الضرورة. ويأتي هذا الإضراب على خلفية إقدام البنك المركزي اليمني في عدن على إغلاق عدد من شركات الصرافة المرخصة. البنك المركزي بدوره أوقف تحويل الأموال من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثية بهدف الحد من تدهور قيمة العملة الوطنية بعد تكدس السيولة من النقد المحلي ومواصلة التفاوت في أسعار الصرف بين كل من عدن وصنعاء، فيما واصل حملته الميدانية للتفتيش على منشآت الصرافة رغم إغلاقها بهدف ضبط الاختلالات والمتلاعبين بالأسعار في سوق الصرف. وكشفت مصادر مصرفية انتشار الأسواق السوداء لبيع وشراء العملات في عدن، تم ضبط خلية واحدة من المتاجرين بها في مديرية الشيخ عثمان،
وتواصل العملات الأجنبية التحليق في مستويات مرتفعة مقابل الريال اليمني بالتزامن مع موجة صعود جنوني في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية بنسبة أكثر من 35%، المتضرر الأول منها هو المواطن، حيث اقترب سعر الدولار من سقف 800 ريال في عدن، بينما تجاوز الريال السعودي حاجز 200 ريال. خبراء اقتصاديون كشفوا بعض الأسباب الرئيسية لانهيار العملة في مقدمتها نفاد الوديعة السعودية في البنك وعدم رفضها بوديعة أخرى وشحة الموارد من العملة الصعبة نتيجة تراجع أسعار النفط وتحويلات المغتربين وامتناع ميليشيات الحوثي من تداول الطبعة الجديدة والذي أحدث أيضا فوارق في أسعار الصرف، وكذا غياب دور المؤسسات النقدية في تصحيح الاختلالات القائمة وعجز أطراف الصراع في التوصل لحلول لتوحيد السلطة النقدية وتزايد الهدر والفساد للأموال العامة، بالإضافة إلى الأوضاع غير المستقرة التي تعيشها الكثير من المدن الناجمة عن الحرب والتي خلفت نتائج كارثية على قيمة العملة وعلى مسيرة الاقتصاد الوطني برمته. يواصل فيروس كورونا الجديد انتشاره في دول العالم، حيث تجاوزت أعداد المصابين بهذا الفيروس 12 مليون شخص، في وقت تزداد الأدلة على أن الفيروس الذي قتل أكثر من نصف مليون شخص في 7 أشهر ينتشر في الجو عبر ما يعرف بالهباء الجوي. وذكرت آخر الإحصائيات أن عدد الإصابة بهذا الفيروس بلغت أكثر من 12 مليونا و190 ألف شخص، ووصلت حالة الوفيات إلى أكثر من 552 ألفا، فيما بلغ عدد من تم شفاؤهم أكثر من 7,787,000 شخص. ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المركز الأول بالنسبة للدول الأكثر تضررا بهذه الجائحة، حيث بلغت إصابات كورونا 3,159,000، فيما وصلت أعداد الوفيات إلى 134 حالة. إلى ذلك توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض كوفيد 19 قد يتحملون المسؤولية عن وقوع نصف حالات الإصابة بهذا المرض في العالم. وخلصت الدراسة إلى التي نشرت في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم إلى أن الانتقال عبر الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض أو خلال الأيام القليلة التي تسبق ظهور الأعراض يعد بمثابة المحرك الأساسي لانتشار هذا الفيروس. وقدرت الدراسة أنه يجب تحديد أكثر من ثلثي العدوى الصامتة ويجب عزلها لكبح تفشي هذا المرض. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن استجابة الحكومة لتفشي جائحة فيروس كورونا، نافيا أن يكون قد حاول إلقاء اللوم على العاملين في قطاع الرعاية الصحية في انتشار العدوى. وقال جونسون أمام البرلمان: آخر ما أريد القيام به هو إلقاء اللوم على العاملين بالرعاية الصحية فيما حدث أو أن يتصور أي منهم أنني ألقي اللوم عليهم. أكدت الأمم المتحدة انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من منظمة الصحة العالمية اعتبارا من 6 يوليو 2021. وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك إن واشنطن أبلغت الأمين العام أنطونيو غوتريتش بقرار انسحابها من وكالة الصحة الأممية. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قررت في أبريل الماضي تجميد التمويل المقدم لمنظمة الصحة العالمية في انتظار مراجعة استجابتها الأولية لتفشي كوفيد 19. وفي أعقب ذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى الوحدة وتضافر الجهود للتصدي لهذا الفيروس، مشيرا إلى أن هذا ليس الوقت المناسب لقطع الموارد عن منظمة الصحة العالمية. We'll be right back.
ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش بالتدخل الخارجي في ليبيا مع تسليم معدات متطورة والعديد من المرتزقة المشاركين في المعارك. وأعرب غوتريتش خلال مؤتمر وزاري عبر الفيديو لمجلس الأمن عن قلقه إزاء حشد قوات عسكرية في محيط مدينة سرت الواقعة بين طرابلس وبنغازي، وقال إن مناقشتنا الحالية تتركز على ضرورة رحيل المرتزقة من ليبيا وأنه يجب وقف التصعيد في ليبيا والذهاب للحوار. وفي خبرنا الأخير في هذه النشرة، قال دبلوماسي صيني كبير إن بلاده ستكون سعيدة بالمشاركة في مفاوضات ثلاثية للحد من التسلح مع الولايات المتحدة وروسيا، وذلك في حال كانت واشنطن مستعدة لخفض ترسانتها النووية إلى مستوى ترسانة بكين. وطالما دعت الولايات المتحدة الصين للانضمام إلى مفاوضات ثلاثية لتمديد معاهدة الأسلحة النووية الرئيسية بين الولايات المتحدة وروسيا التي من المقرر أن ينتهي أجلها في فبراير من العام المقبل. وتحدى أمريكا بأن تخفض مستوى ترسانتها النووية التي قالت بأنها مستعدة لخفضها إلى مستوى الترسانة الصينية. عودة للتذكير بأبرز عناوين هذه النشرة. القوات المشتركة تتصدى لهجوم حوثي على مواقعها في مدينة حيس ومصرع قيادي ميداني. الميليشيات تصعد من استهداف المدنيين في الضالع وتقتل وتجرح 5 نساء خلال أسبوع. وعودة التحذيرات من كارثة بيئية غير مسبوقة في حال حدوث تسرب نفطي من الناقلة صافرة. مزيد من الأخبار تتابعونها في محطة إخبارية قادمة. إلى اللقاء.